مجتهدة مثابرة مصبعة سوسن وبالشراكة مع الأسرة التوثيقية ممثلة في الوقفة الوطنية. العقار الفلاحي في الجزائر يؤدي في إطار التشريع الجزائري وظيفة اجتماعية واقتصادية، حيث جعلت منه المادة 48 من قانون التمويل العقاري، جعلت من استغلال هذا العقار الفلاحي التزاما بقوة القانون، نظرا للوظيفة الاجتماعية والاقتصادية التي يؤديها وهي تحقيق الأمن الغذائي في البلاد. هذا اليوم الدراسي عرف مشاركة لمختلف الفاعلين في هذا المجال، من بينهم الفلاحين، كذلك الصناعيين، الأساتذة الجامعيين الذين سيضعون كل خبراتهم وكل معلوماتهم العلمية والتقنية في هذا المجال من أجل ماذا؟ من أجل الحل الإشكاليات التي تعرفها هذه القطاعات، خاصة القطاع الفلاحي، بشراكته مع القطاع ماذا؟ مع القطاع الصناعي. وقد استندت هذه اللجنة، لجنة التوصيات، في أعمالها على تحليل النصوص القانونية التي تشهد تضاربا مما يستوجب إثارتها والوقوف عندها. يعني فراغ قانوني يعني كبير جدا، يعني تلقى مثلا المستثمر يشغل اليد العاملة لكن ما كانش وسيلة لتأمين هذه اليد العاملة، يعني هو ليس بحاجة للدولة، هو يعني قادر على روحه، يعني ليس بحاجة إلى يعني تقديم إعانات من البنوك أو المؤسسات المالية، لأنه هو في الأساس جاء ليستثمر بصفته صاحب رأس مال، ولكن حتى كيجي يشري العتاد لازم يرجع للمستثمر صاحب الامتياز. أي حاجة يحب يديرها في المستثمرة لازم يرجع لصاحب الامتياز، وكأن القانون يعني يحمل صاحب الامتياز أكثر منه المستثمر الشريك. طبعا نحن لن نحاز إلى طرف معين، ولكن نريد نصوصا قانونية يعني فعالة، ونريد تجسيد هذا المبدأ الذي يشجع الاستثمار، لأن هذه النصوص تنفر المستثمرين ولا تستقطب الاستثمار. نعم، صاحب الامتياز، الأموال اللي تدخل البنوك تدخل باسم صاحب الامتياز. كاين بعض المستثمرات اللي كانت ناويه باش دير تصدر المنتوج تاعها، يصدر تصدره باسم صاحب الامتياز، يعني هنا ما كان تماما واحد للمستثمر. وحنا نطالبوا بربي ان شاء الله اطراف هذا الملتقى وهذا باش يضمنوا لنا حقوقنا. اولا ديجا الاول شيء اللي ما كانش خلاص هو انه في القانون يقول بلي هاد العقود المبرمه ما بين الشريك ما بين الشريك وصاحب الامتياز ابسط شيء لازم يشهر. وحنا المحافظين العقاريين في قسنطينه وخصوص ولايه قسنطينه ما شهروا لنا ولو عقد، وهذا اللي خلانا خارج من نطاق، ما عندناش حتى الصفه في كيفاش نقولوا احنا في الشراكه، ما عندنا حتى صفه. وهذا اللي نطلبوا به احنا بربي ان شاء الله. اول كمطلب اول هو شهر العقود.